لان يعني المفترض اللي تعلمناه من فضلك الان ان احنا لازم كل واحد يشتغل على صفاته ويشتغل على اخلاقيته، مش بس الكمال ولكن ربما يتحلى ببعض الصفات الربانيه يعني. ف الحقيقه مولانا في العالم اللي احنا بنشوفه بلاقي ناس بتغتر بنفسها وبتغتر بمالها وبتغتر بقوتها او بسلطانها. تاثير ده ايه؟ البعض ربما يقول يعني انا من علمي، انا من مالي، انا من قواتي، ويتحول الامر الى كبر في بعض الحالات يعني، وبيخلطوا ما بين الامور. حضرتك تنصحهم بايه في هذا الاطار؟ قال تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. السلطه نعمه، الجاه نعمه، الحسب النسب نعمه، العلم نعمه، الصحه نعمه، القوه البدنيه نعمه، حتى العلم نعمه، كل هذا الغنى والمال نعمه، كل هذه النعم التي وزعها الله على البشر على مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاسقهم وفاجرهم. ما هوش الحكايه ان النعم مرتبطه بالتقوى او بالرضا او بكذا، لا، ده اعطى كل البشر، اعطاه الولد نعمه، الزوجه الصالحه نعمه، هدوء البال نعمه، كل دي نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة هو بقى أنت بتقول أقول لهم إيه؟ أقول لهم إن النعمة لها مستلزمات. المستلزمات دي أولها الشكر. لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كل يوم نقول 17 مرة الحمد لله رب العالمين. شكر النعمة ده أول واجب علينا علشان حتى ربنا يبارك لنا ويزيدنا فيها. نمرة 2، إن النعمة دي ليها وظيفة، ومن وظائفها إن لو رزقني بنعمة المال يبقى العطاء. صحيح لو نرزقني بنعمة القوة يبقى الدفاع عن الحق. فوكزه موسى فقضى عليه، مسكتش على البتاع. وإن كان النتيجة قاسية شوية، وهي إن الراجل مات. النعمة إنه ما يتكبرش بعلمه. صحيح. وقصة الخضر مع سيدنا موسى في سورة الكهف تبين لك حاجات كثيرة من أن الكامل لا يتعدى، الانسان الكامل لا يتعدى على غيره. وده بيقول لك ايه؟ بيقول لك العلم قد له وجه دنيوي وله وجه اخروي. الوجه العلم تملي بيبقى يا اما سطحي يا اما عميق، والوجه الاخروي بتاعه مستنير. يعني هو ثلاث حتت، سطحي وعميق، ولكنه مش لله، للكبر، اللي انت قلت عليها للتفاخر والتباهي. اما دكت انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء سبحان الله جمع ايه؟ عليم وليس عالم. لا، دكت عالمون. علماء فقهاء، فقهاء فقيه، سجناء سجين، مش مسجون. وهكذا. فالتركيبة دي علماء فقهاء سجناء أحباء حبيب. صحيح. فدي اسمها ايه؟ اسمها صيغة مبالغة. علماء عليم. ما هوش عالم. ده عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ده اللي بلغ بالعلم، بدل ما هو سطحي ولا عميق بلغ به مستنير. إلى المستنير. الله. إيه اللي هو المستنير ده؟ اللي ربنا نور بصيرته كده هو. اللي ربنا وراه الحقيقة. اللي ربنا هدى باله وأصلح حاله واستعمل هذا في نفع الناس وفي عمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارها. هو اللي استعمل محراب الطب اللي هو فيه ده، بدل ما يكفر بالله وبدل ما يتكبر ويعمل روحه حاجة متكبرة كده هو، لا، ده جعله محراب الإيمان. الطب محراب الإيمان.
هو اللي حول هذا اللي يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الصفاء ده والتوفيق ده وكذا إلى آخره هو استعمال النعمة. صحيح. لما هي له، يبقى كل نعمة لها، يبقى كل نعمة لها شكر وكل نعمة لها وظيفة. صحيح. وكل نعمة لها انت عارف يقول ايه، واما بنعمة ربك فحدث. وكل نعمة لها طريقة للتحدث بها. خرج واحد من الصحابة فيما خرجه ابن ابي الدنيا في شكر النعمة، قالوا وهو عليه ثوب حرير، عامل زي البتاع دي اسمها ايه دي، الصوف، لا الشال يعني. الشال بس حرير بقى. بس حرير. خز. واخد بالك؟ قال ما رأيناه لبسها قبل ولا بعد، هي مرة واحدة طلع كده. فقالوا له انت طالع النهاردة كده يعني ايه في هيئة كده؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. يا سلام على العبد، لازم تظهر أثر النعمة. لا حدث، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم نعم. وأما بنعمة ربك فحدث، ده هي لها أساليب. صحيح. مرة يلبس ده علشان إيه؟ قال يتعرضوا له ويعملوه كذا إلى آخره. كان العز بن عبد السلام يرى إن المشايخ ما يصحش تلبس زي موحد يونيفورم كده، بلاش كده، كان يرى كده. وبعدين فوجئنا به وهو في الحج راح لابس عالم، فقالوا له انت عملت كده، انت مش بتقول بلاش؟ قال لي إن الراجل ده شفته بيعمل منسك غلط، فروحت له قال لي يا اخي ده انت بارد، انت بتتكلمني ليه انت دلوقتي؟ انت مين عشان تعدل عليا؟ فعرفت الحكايه، وانه ده حاجة معمولة علشان فرح له تاني. وقال له انت منسك غلط. قال له حاضر يا سيدنا، حاضر يا سيدنا، احنا هنعمل كده. فكل نعمة لها طريقة في اظهار هذه النعمة، وهو ده اللي احنا بنقوله. نعم. للنصيحة اللي انت. نعم. ازاي الانسان. نعم. من النعم ما يتكبرش. صحيح. يشكر، يقوم بوظيفتها، ثم يعيش فيها. يعني بارك الله فيكم مولانا. الحقيقة بنشكر فضلتك على هذه الخواطر الجميلة الحقيقة والنورانية. الإنسان الكامل كيف يرتقي أن يكون ربانيا، ولربنا من عليه بصفات حلوة وبنعم لا يتكبر ويدي للنعمة حقها. فأنا بشكر فضلتك، يعني أدام الله عليكم العالمين. النعمة والعلم والعافية يا رب والصحة. الحمد لله رب. شكرا جزيلا فضلك. شكرا.